جو ريسبكت فوت كيسيون مسيو، نحترم السؤال نتاعك. تهضر على هذا اللي عطاوه منصب وزير الداخليه، انا ما نعترفش برئيس الجمهوريه، دونك ما نقدرش نعترف انه كاين وزير داخليه. لكن هذا اللي راهو في كرسي وزير الداخليه، نجاوبه. اولا، الثوره الشعبيه هذه ناضت ضد الظلم، كي نقولوا الظلم، العداله، انعدام المؤسسات، انعدام الثقه بين الشعب والقياده، ناضت من اجل الظروف المعيشيه، ناضت من اجل التهميش. يعني وبالجزائريه الشعب ناض ضد الحقره. الشعب ما قالكمش شنو اللي انا رئيس، قالكم احترموني كشعب واعطوني حقوقي كشعب. الشعب ما قالكمش انا حاب نحكم الحكم، قالكم اعطوني عداله وقضاء. ها واش طالب الشعب؟ الشعب ما قالكمش اعطوني المليارات، قالكم ماذا بيا انا نتهنى على اولادي بلي راحين يقراو ويخدموا ويلقاو دوله عداله ويلقاو دوله قاعده تتطور. لكن هاد الناس بما انهم استعمار قانونيا بطريقه غير مباشره، واسمه الاستعمار الحديث او النيوكولونياليزم، لكن فعليا استعمار حقيقي بكل المواصفات، كما استعملوا بكري الحركه والبايعين اللي كانوا يروحوا للاصاص والدوزيام بيرو، كما درك استعملوا حكومه ورئيس ووزراء وهما يعني نفس المستوى نتاع بياعين الاصاص تاع وقت الاستعمار، كي كان جدارمي تاع فرنسا. دوك ولا جدارمي يقول الجمهوريه الجزائريه، لكن ايها الدركي ايها الشرطي راك تخدم عند الاستعمار الحديث. يعني كي تحب تشوف الصوره تاعك، شوف الصوره تاع الحركه اللي كانوا يخدموا عند فرنسا. دونك وزير الداخلية هذا ما عندكش حق تهضر على الشعب، وما عندكش حق تقول الرئيس تبون لبى مطالب الحراك، لأنه رئيس تبون من مطالب الحراك أنه ما يكونش تبون. مادام الحراك طالب أنه تبون ما يكونش، دونك أنت تهضر باسم شكون؟ ونقولها تبون ولا التفون، ونقولها للجنرالات، ونقولها لكوزير الداخلية. الشعب سوف ينتصر. صح عندكم مخرجين، يا المقصلة لكن كملتوا تعنتكم، الشعب راح يقتلكم، راح يقطع لكم رأسانكم، لأنه الشعب راح يدخل في الراديكالية. وإما النجاة من المقصلة أنكم تعترفوا بحق الشعب في ممارسة السلطة. ما عندكش الحق تهدر. والكورونا فيروس اللي تهدروا عليه ما كنتش حتى قادرين عليه، لكن استغليتوه كفرصة باش تقولوا للدواعي الصحية أو الأمنية نحدوا من الحراك. كذلك وزير الداخلية، أصلا أنت واش كنت؟ كيف الرئيس تاعك شاف دايرة؟ بيان سور أنا نقول الشعب الجزائري ما يخلعوكمش هادو بالألقاب تاعهم، وزير داخلية، وزير خارجية، جنرال ماجور، والله ما يسواو خردلة وحاشا الخردل. يفال ريان، سي دي مينابل، دي زوبورتونيست، دي انسينيفيون، اي نو فال ريان. انتوما الشعب خايفين وهايبين شويه، لكن الشعب سبوعه وهادو ضبوعه. لازم الشعب يفهم بلي السلطه في يده والقوه في يده وتغيير الامر بيده، لكن ان تنظم
إن خلق قطب سياسي، إن تهيكلة، عمرها لا الفوضى جابت نتيجة أو عدم التنظيم جاب نتيجة. ناس بزاف بعتوا لي قال لك أنت وكذا وكونتر زيتو طراشل. أنا كونتر الناس الكل، أنا ضد الناس الكل، أنا يمين متطرف جزائري. تعرفوا اليمين المتطرف؟ أنا أول حزب يمين متطرف في العالم هذا اللي سميوه إسلامي عربي ومغاربي سكولي. أنا يمين متطرف، أنا ضد الناس الكل وما قبل حتى واحد، وعندي منهاج واحد، ربي في السماء والجزائر تحت. أنا أشوف الجزائر قوة، ما نشوفش فيها قارة كما بعض الألسنة تهدر حسب المساحة. ما ناش قارة حسب المساحة، بصح لازم نكون قارة من حيث التأثير الدولي، من حيث التأثير الجيوستراتيجي. نكون قارة لأنه كاين دول المساحة تاعها قد هك، بصح التأثير تاعها قد هك. هذا هو اليمين المتطرف الجزائري، لأني أفتخر أني أول حزب يميني متطرف في الجزائر، وما نؤمن بحتى إيديولوجية إلا بالوطنية. نعاود نولي باش نحدد، لأنه الناس قالت نعم أنا ضد الناس الكل، لأنه لما إحنا بدينا السياسة وكنا جدد في السياسة قلنا بلي الناس الآخرين صح مناضلين، لكن لقيناهم أدناب قوات أجنبية. على هذه إحنا خدينا منصب التطرف وما نقبلوا نتخلطوا مع حتى واحد. درك اللي يؤمن بالجزائر ويؤمن بالشعب الجزائري وبالهوية الجزائرية وبتاريخ الجزائر وباللي الدولة اللي فيها حتى آثار جيولوجية تقريب أقدم إنسان في الكرة الأرضية، عندنا الحق أنه يجي النهار ويتمارس دورها حقيقة في العالم هذا كقوة حقيقية سياسية اقتصادية عسكرية وحتى إيديولوجية، حتى من الدين الإسلامي الحنيف. الحزب نتاعنا يندد أن الإسلام ليس حكرا على بطارق الصحراء والله على مذهب معين. نحن مسلمين ربما أكثر من سكان شبه الجزيرة البطريقية،